قاموا بخطف ابن يمين وضربوا حتى الموت. أيها العملاء الأغبياء، هل حققتم نصر باختطافكم ابن يمين وضربه؟ أيها الجواسيس العملاء، قتل بسبب غبائكم الآلاف من أبناء غزة الأبرياء، وهدمت دور الناس على رؤوسها. أيها الجبناء، كفى يا جبناء، لماذا تضربون الأبرياء؟ كفى أيها الجبناء، أيها الجواسيس. اختطفوه واعتدوا عليه بالضرب وحطموا أطرافه الأربعة وتركوه في حالة حرجة بين الحياة والموت، والسبب ببساطة لأنه يعارض أفكارهم وسياساتهم. ضجت السوشيال ميديا بفيديوهات وصور توثق الوضع الصحي الصعب للناشط الغزي أمين عابد المناهض لحركة حماس، بعد ما تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من الرجال الملثمين واللي كانوا بيحملوا الأسلحة والسكاكين. مشاهدين، هذا الاعتداء كان على أيدي كتائب القسام، الذراع السياسية لحركة حماس. هالشي أكده والد أمين عبر الفيديو اللي نشره. أما السبب، منشورات أمين على فيسبوك المناهضة لحركة حماس. بالمناسبة مشاهدين، عابد هو من النشطاء السياسيين الذين بقوا في شمال غزة بعد الهجوم الإسرائيلي. كان له موقف ضد حركة حماس حتى قبل اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر. حركة حماس تواجه الكثير من الأصوات المعارضة من داخل غزة. الكثيرون يرون بأنها كلفت الغزيين فاتورة باهظة للغاية بعد هجوم 7 أكتوبر. هناك فيديوهات كثيرة انتشرت لنساء ومدنيين من غزة يهاجمون حركة حماس وبالأخص زعيمها يحيى السنوار. يقولون بأنه السبب في المعاناة اللي بيعاني منها أهل غزة بسبب اندلاع هذه الحرب. من بين هذه الاستغاثات، استغاثة من سيدة مقيمة في غزة تدعى أمل الأعرج. وصلت هذه الاستغاثة لسكاي نيوز عربية حصريا، تصف الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع. خلونا نشوف الفيديو. حدا لازم تطلع تعتذر للشعب، تعتذر إلي ولأمين ولكل حدا أذب هالشعب على مدار 18 سنة. 18 سنة من عدم تقبل الآخر، 18 سنة من العنجهية، 18 سنة من العنصرية، 18 سنة من المعاملة لشعب أنت بتحكمه لكن بتعامله بناء على التمييز العنصري، بناء على التمييز الحزبي، بناء على أنه انتمائه غير انتمائك، بناء على أنه ما أخدش تزكية من إمام المسجد الفلاني ولا من القائد العلاني. لازم تطلع تعتذر لنا، إحنا اللي قلنا 9 شهور تحت النار، إحنا اللي فقدنا أهلنا وفقدنا أطفالنا وفقدنا أراضينا وفقدنا بيوتنا، ولازلنا تحت النار في حرب أنت جريتنا إلها. وكمان ما بدك حدا يتكلم، ما بدك حدا يحكي لك أنت غلطان. بس للشباب الصغيرة وربما يكونوا أطفال بسن 18 أو أقل أو أكثر شوية، نحكي لهم بلاش تعادوا شعبكم، ارجعوا لأحضان شعبكم، عشان قياداتكم اللي أنتوا ضربتوا أمين وغير أمين عشانهم، هم مش موجودين هان في البلد، مش حيحموكم، مش حيكونوا سند إلكم أبدا. سندكم هي الحاضنة الشعبية. لتفاصيل أكثر حول الموضوع معنا من اسطنبول الكاتب الصحفي أيمن خالد، مرحبا بك. سيد أيمن، سنتحدث مفصلا عن فيديو السيدة التي تحدثت قبل قليل، ولكن دعنا نبدأ باعتداء كتائب القسام على الناشط أيمن عابد. كيف أثر هذا على الرأي العام داخل غزة؟ وهل هناك اليوم أي تحركات داخلية أو حتى خارجية لضمان أمن وحقوق الناشطين والمعارضين لحماس في غزة؟ يعني من الذي يضمن أمنهم؟ نعم، هذه المرأة، ما قالته هذه المرأة، هي تمثل فلسطين وتمثل كل صوت فلسطيني موجود في غزة. هذا هو الواقع. حماس تمارس إجرام فظيع جدا، هناك فيديوهات قمنا بنشرها، هناك كثير من الرسائل وكثير من الفيديوهات لم تصل إلينا أو لم يستطيعوا تحميلها بسبب الكهرباء.
أيضا المشكلة الكبرى أنه لا الناشطين لا في الداخل ولا حتى في الخارج هناك من يعمل على حمايتهم. مع الأسف نحن اليوم كنا وجهنا منذ الصباح مناشدة إلى المجتمع الدولي بضرورة حماية الناس النشطاء. طبعا حتى في الخارج يعني لا تستغرب إذا قلت لك وضعوا عنوان بيتي وكتبوا عليه مشنقة، حتى في أنا في تركيا يضعون عنوان بيتي على الإنترنت ويهددونني بالقتل. هذه هي حماس، ليس فقط في الداخل، في كل مكان. نحن أمام حركة تتوهج من مرحلة إلى مرحلة، تريد أن تنتقم من الناس بسبب هزائمها، وتريد أن تعاقب الناس فقط لأنها هي مهزومة، وتريد أن تمارس هذا الانتقام حتى من الناس الذين يقولون لها لا نعم. طب انطلاقا من كلامك سيد أيمن، يعني هل اليوم أصبح كل معارض لسياسات حماس وقادتها عرضة للاعتداء من قبل الحركة نفسها المسيطرة، يعني ليس فقط على القطاع بل حتى على آراء الناس؟ نعم، حتى نحن نتوقع وقلنا هذا أكثر من مرة ونشرته أكثر من مرة، نخشى من قيام عمليات اغتيال حتى في داخل الضفة. حماس الآن تتعامل مع كل من يعارضها بأنه خائن، وهذا طبعا معروف، ونحن نعلم أن حماس دعمت فكرة القائمة الوهمية التي اخترعها مجموعة من اللصوص، والتي اعتبرت والتي تم وضع فيها عدد كبير من الكتاب العرب من بينهم كتاب من السعودية والإمارات والكويت، اتهمتهم بالعمالة لإسرائيل. كلمة عميل عند حماس يعني خائن يجب قتله. الآن حماس تتجه نحو التطرف بشكل علني ضد كل الأصوات، ليس فقط الفلسطينية ولكن العربية. دعونا نعود إلى قائمة الصهاينة العرب وصدر، وحتى المواقع الإلكترونية التي تدعمها حماس والتي تروج لهذه الفكرة وتتهم كل الإعلاميين المعروفين، لا أريد أن أذكر أسماء، بأنهم صهاينة عرب، وهذه الكلمة فتوى بالقتل. نعم، طيب خلينا نحكي مفصلا عن فيديو السيدة التي هاجمت فيه يحيى السنوار، واللي هو يعني سيد أيمن ليس الأول من نوعه، ويعيد إلى الأذهان مشاهد كثيرة مشابهة شاهدناها من قبل، يعبر فيها الغزيين المنهكين من الحرب واللي يحملون اليوم حركة حماس المسؤولية عن معاناتهم. كيف يؤثر إخفاء صوت المنتقدين المقصود على الصورة العامة للوضع في غزة؟ طبعا حماس منذ اليوم الأول، لاحظي، أول مرة في التاريخ قائد لغزة أو قائد ليعتبر نفسه كيانية لدولة سميها ما شئت، 9 أشهر وهو يختفي ولم يصدر له صوت واحد يتحدث للناس، لأن الناس ليسوا معنيين بالمعادلة. حماس منذ اللحظة الأولى تتكلم كحماس والمدنيين خارج المعادلة. لا يوجد مسؤول حمساوي حتى الآن خرج لكي يخاطب الشعب الفلسطيني، فقط لدينا أبو عبيدة يصدر أوهام وأكاذيب وانتصارات وهمية. هذا هو الصوت الذي تريد حماس له أن يظهر، بطولات، انتصارات، أما الشعب الفلسطيني ليس له صوت. حتى عندما كانت المساعدات في مجال المساعدات، هم طلبوا بالمساعدات لأنفسهم وليس للناس، وعندما كانت المساعدات، وهذه مفارقة سوف يسجلها التاريخ، عندما كانت المساعدات تدخل من مصر كانت حماس تستولي عليها. لكن انظري كيف سيسجل التاريخ أن الدول العربية، بدون ما أسمي أسماء، لأول مرة يقومون بإنزال بالمظليات بالطائرات بدون المساعدات على أهالي غزة، لأن حماس التي هي مفروض مسؤولة عنهم تحرمهم هذه المساعدات. نحن بين عالمين، عالم حماس وعالم الشعب الغزي. نعم، شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمة من اسطنبول، كنت معنا الكاتب الصحفي أيمن خالد.